تمام بالاستخراج، كيف استعمال اونلاين جي دي بي؟ نطلع من هاي. تمام، على جوجل عادي سيرش اونلاين جي دي بي، اونلاين جي دي بي موجود. اول شيء بنغير اللانجوج سي بلس بلس، في اكثر من سي بلس بلس، في 14 17 عاديه، بستعمل العاديه، ما بعرف صراحه شو الفرق بيناتهم، بس هاي كانت تخدمي طبيعي. هون هذا الكومنت ما بدي اياها، مسحتها. انكلود المستعمله طبيعي، ايوه ريم انتجر مين. هون كمان في عندي يوزنج نيم سبيس اس تي دي، هون نكتب الكود اللي بدي اياه مثلا شو ما كان. انا الكود بدي اياه، انا اعتقد اني كاتب كود جاهز. نعم كاتب كود جاهز. الكود بيحكي لي عادي انكلود اي ستريم يوزنج نيم سبيس اس تي دي انتجر مين، معرف انتجر اسمه اكس، حكيت له انه لو سمحت دخل قيمة x وعامل جملة cn cr the value of x ضرب 2 تساوي، وعامل cr x ضرب 2 ومخلص. فكان بدي انفذ البرمجية، باجي بعمل run please enter the value of x، مثلا بدخلها القيمة 3، press enter بحكي لي the value of x ضرب 2 تساوي 6. البرمجية شغالة هيك طبيعي وتمام. الفيديو هذا بس كان لاستخدام برمجية الاونلاين جي دي بي.